لو عندك زغلول كبير وزغلول صغير تعمل ايه؟ موضوع النهاردة لو عندك زغلول كبير وزغلول صغير تعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وافكار حديثة. موضوع النهاردة اتسألت فيه حضراتكم وفي ناس اتكلمت فيه كتير، في حضراتكم اللي بيغير البيضة لما يكون بيضة متباضة، أول بيضة ياخدها يعينها مثلا في طريقة صح، تمام، بيلاقي بيضة اتباضت الأول بياخدها يعينها لحد ما الحمامة تبيض البيضة التانية اللي بتريح يوم وتبيض في اليوم التالت، فبيضة بتفقس قبل بيضة، فهو بيعمل كده، وساعة ما تبيض البيضة التانية بياخدها يرجعها، ده تمام مفيش فيه كلام، ما أقدرش أقول فيه حاجة. لكن أنا ما بعملش كده، انا تطلع واحده كبيره واحده تطلع متاخره، الاقي واحده كبرت عن واحده، نعمل ايه؟ اهو حضراتكم نلاحظ برضو هنا اهو واحده اكبر من واحده، ده انا عشان لسه رششهم عليهم ميه، يمكن دي اصغر اللي جوه دي اكبر شويه، في فرق بسيط، في فرق بسيط. نشوف حاجه تاني، نشوف هنا اهو، نشوف هنا، نشوف هنا، ده زغلول واحد اهو ما شاء الله، انما احنا هنا زغلول واحد لسه واكل البيضة، يعني بادئ ياكل اكل خشن، نشوفه نموه كويس ما شاء الله، عنده عمره 3 أو 4 أيام، كويس جدا. نشوف ده واحد زغلول تاني اهو تقريبا في نفس عمر الزغلول اللي قبله اهو، ما شاء الله ما شاء الله مأكله كويس، ده زغلول في عمر تقريبا العمر اللي تحت اللي حضراتكم وريته لكم من شوية اللي قبل ده، على طول تقريبا في نفس العمر، دي تحتها زغلول واحد والتانية تحتها زغلول واحد، ممكن نحط الاتنين مع بعض، بس انا هسيبهم شوية لما ياخدوا اللبا، بعد يومين تلاتة اضيفهم على بعض عشان حمامة تبيض تاني، واحدة من الاتنين تبيض، دي واحدة. يعني المقصود في الموضوع كله حضراتكم ان انت ما تلتزمش بالحمامة او ام الحمامة نفسها او بالابوين نفسهم، يعني انت ممكن تبدل تشيل زغلول وتاخد زغلول تاني في عمر اصغر من كده، نشوف دي اصغر نجيب واحدة تانية اكبر اهو، نشوف الاكبر في دول اهو، حتى انا الصغيرة مع الصغيرة اهو، حتى انا الصغيرة دي مع الصغيرة دي، وناخد الكبيرة دي نحطها مع الاكبر اهو، الحمام ما شاء الله ان شاء الله يزققها، لان الحمام ده نوع الزواجل ده نوع حنين على اولاده زي ما حضراتكم شايفين اهو، زي ما حضراتكم شايفين الحمام حنين اهو، تعض مش عايزة حد خايفة على اولادها اهو، وده اتنين زغلول اهو لسه فاقسين، واحدة امبارح واحدة اول امبارح اهو حضراتكم، انا مخرجهم علشان اعرف اصورهم لحضراتكم اهو، طبعا ده في فرق بس مش في كل الحمام، الفرق مش كبير بس يعني ايه، يقدروا ياكلوا مع بعض، دي ما كلتش قوي، ده اكل اكتر اللي قبلها بيوم دي اهو اهو حضراتكم، لكن ده اكل برضو ما نقولش ان هي مش اكل. في بعض الاحيان بلجأ لموضوع الزغاطة اللي حضراتكم شفتوه قبل كده في فيديو سابق، اللي هو زغاطة زغاليل اللبا، اللي هو اللي انا بستخدم دقيق فيه، في بعض الناس وده مش غلط يعني، اللي هي بتستخدم حاجات تانية، تحط لبن بودرة وبيعمل بسكويت يطحنه وبيعمل عليه لبن بودرة او لبن عادي، كل واحد وله طريقته، انا بنحاول نساعدها يوم ولا حاجة اما تلحق اختها، بعض الاحيان لو في نفس السن عندك
بائسين في نفس الوقت وفي نفس المشكلة، بدل. تقصده طريقة التبديل، طريقة التبديل أسهل، إن أنت تبدل في العمر ده من تحت حمامة لحمامة تانية. ده أنا بعتبره بدل ما نشيل البيضة ونشغل نفسنا بالموضوع ده، أنا بعمل كده. وأنا بعمل كده ليه حضراتكم؟ علشان نزود إنتاج الحمام من الزغاليل. كل ده في سلسلة إزاي تزود إنتاج الحمام من الزغاليل، وده المقصود من تربية، من التربية علشان تكون مجدية، لأن حضراتكم بتتكلفهم طبعا، عارفين الكلام ده كويس. فإحنا بنحاول نساعد بكافة الطرق علشان نوصل لإنتاج معقول من الزغاليل الحمام. طبعا أنا منزل الحمام الزغاليل دي على بعض كده زي ما حضراتكم شايفين في الأرض، علشان الأمهات تبيض تاني. هو ده مش أماكنها، بس أنا بنزلها كده على الأرض تتعود على الأكل. وفي نفس الوقت الحمام بيزققهم كله، اللي لو مش شرط إن أمها اللي تزققها في الوقت ده أو تزغطها زي ما إخواننا بيقولوا، أي حمام بيجي يزقق أي زغليل موجودة على الأرض. هي بتدخل تهجم، الزغلولة بتهجم على الأم فبتزغطها في وسط أولادها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان تدعمنا. ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.